بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد رضا. إن شاء الله هنبدأ مع بعض دورة الباوربوينت. إن شاء الله الدورة دي هنبدأها من البداية زي ما بيقولوا كده، هنجيبها من الصفر بحيث إن اللي ما يعرفش فيه حاجة خلاص هيتعلم ببساطة، واللي يعرف أهو يزيد من معلوماته. الدورة دي هتكون بعض الفيديوهات إن شاء الله هتكون مدتها قصيرة غير مملة، بحيث نستفيد منها ونكون مبسوطين حتى وإحنا بنتعلم. هنجي نفتح اي ملف باوربوينت كده جديد، بيكون عندي البرنامج بالشكل ده. قبل ما ابدا احب انوه بس عن حاجه، افضل اصدارين للاوفيس 2016 و2019، يا ريت استخدامنا يكون واحد من الاثنين دول. الحاجه الثانيه، اللي عنده ويندوز 10 يثبت اي واحد فيهم، اللي عنده ويندوز غير 10 يثبت 16، لان 19 ما بيثبتش الا على ويندوز 10 فقط. دلوقتي انا لما بفتح البرنامج هيظهر لي بالشكل ده. انا واحد عاوز ابدا البرنامج بنفسي واستخدمه من الاول كده، عايز اشكال كلاسيك اعملها اصممها انا بنفسي، هضغط على كليك تو اد فيرست سلايد بالشكل ده. طيب لو احتجت اشكال تانية، هل في قوالب داخل البرنامج تساعدني كصور خلفيه شكلها حلو، بعض الخطوط تصميمات جاهزه؟ في كل الحكايه. هنروح على فايل وهنفتح نيو، هنلاقي الاشكال، هنختار منها اللي يتناسب مع الموضوع اللي انا هشتغل عليه. الاشكال دي ما كفتش او مش عجباني، هروح على الحاجات دي هختار منها، مثلا اختار education، هيجيب لي حاجات لها علاقه بالeducation زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ما عجبتنيش او ما لقيتش فيها اللي انا عاوزه، هاجي هعمل اول باك واروح على سيرش. هنا السيرش ده بيبحث اونلاين على حاجات تانية. لو كتبنا مثلا كلمة ساينس، هيجيب لي حاجات لها علاقة بالساينس زي ما احنا شايفين. نرجع تاني، طبعا زي ما قلنا دي الواجهة بتاعت البرنامج. تعالوا نتعرف مع بعض على مجموعة الادوات اللي هي موجودة في الجزء العلوي من الشاشة. الشريط اللي هنا ده منقسم لحاجات اسمها تابس، يعني مثلا هوم، انسيرت، ديزاين، ترانزيشن، انيميشن وهكذا، دي اسمها تابس. كل تاب من دي مقسمه الى حاجه اسمها جروبس او مجموعات، كل جروب منهم مقسمه الى بعض الاوامر. طيب لو احتجت اوامر زياده عن كده، لو جيت على فونتس مثلا، طبعا هي مش مفعله، هعلم بس على الخطوط هنا عشان يفعل لي الحاجات دي. لو الفونتس دي مش كافيه هلاقي فيه هنا سهم، هيجيب لي اوامر زياده لمزيد من التنسيق. الاوامر دي كتير، ممكن انسى حاجه. انا محتاج اعمل حاجه معينه مثلا، وليكن عاوز اضيف شكل شيبس، هعمل ايه؟ هروح للمكان ده، لو انا ناسي المكان بتاعه هروح له واضغط كلمه ايه؟ شيبس. جاب لي الاشكال اهي. لو انا عاوز مثلا سمارت ارت، هيجيبها لي بالشكل انسيرت سمارت ارت، هيجيبها لي بالشكل. انا ما عنديش دلوقتي مثال اتعامل معاه، فانا هاخد اي قالب من قوالب الباوربوينت نفسه، هاجي هنا من نيو وهختار مثلا القالب ده، هعمل له كرييت، هيظهر لي بالشكل ده. هنيجي على الشمال، الحاجات دي اسمها سلايدز او شرايح. لو ضغطت مثلا على ده هيفتح لي السلايد دي هنا، بحيث ان انا لو عاوز اعدل على حاجه فيها، وليكن مثلا عايز اعدل دي، عايز اعدل حاجه تانية وهكذا. بعد ما عملت المشروع زي ما انا شايف كده عاوز احفظه، اعمل ايه؟ هروح على فايل سيف از، ممكن احفظه على هيئه برزنتيشن او ممكن PDF او ممكن حاجات كتير زي ما احنا شايفين كده. ممكن اختار برزنتيشن زي ما هي واعمل سيف. ان شاء الله المره الجايه هنتعرف اكتر على البرنامج، وازاي نعمل شرايح، وازاي نعدلها، وازاي نضيف نصوص او صور وحاجات اكتر. اتمنى الفيديو النهارده ان شاء الله يكون عجبكم ويكون سهل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.